ماتر علي. صباح الخير ست نانسي، وانا بتشكرك وبدي احييكي وبدي احيي زميلك الاستاذ جاد على التقرير اللي عمله امبارح كمال الصحافي محمد زبيب اللي هو عمي. قال الواجب اكيد. الحمد لله على سلامته لمحمد زبيب مره ثانيه. يعني امبارح انا بالحلقه واليوم بنرجع بناكد انه مثل ما قال هو انه الرساله باللوى وشربوا ميتها، هيدا فعلا الشعار اللي اطلقوا استاذ علي. هي ضريبه ست نانسي عم يدفعها محمد وعم تدفعوها انتوا وعم ندفعها نحن، بس نحن مستمرين استاذ علي بموضوع اليورو بوند. استاذ جاد نعم بعتقد استاذ جاد استفاد بالموضوع وعطى الرؤية الواضحة. أنا بدي أحكي من منحى تقني وقانوني، إنه أنا بتأسف وبزعل وبعتذر على اللي شفته امبارح على بعض وسائل الإعلام في أبواق، يعني أنا بعتبرها لازم تساءل قانونيا لأن عم بتروج شائعات غير مقبولة إطلاقا فيما يتعلق بموضوع استحقاقات اليورو بوند وفيما يتعلق بالتداعيات القانونية على المستوى الدولي. طيب إذا اليوم حضرتك بدك تقول للناس، اليوم البعض عم بيقول شي، بيقول أنه بينحط الإيد على كل ما في الدولة وحتى المؤسسات ذات المنفعة العامة مثل كازينو لبنان وجيرو و أنه هاي الدولة إذا ما دفعنا حيصير في عقوبات كتير قاسية عليها في حال لم يدفع كذب. لبنان شو الإجراءات اللي ممكن تطاله؟ هيدا كذب، ما في اوصفه بغير هيدا التوصيف. لازم الناس تفهم انه مصرف لبنان هو شخصية معنوية مستقلة لناحية الادعاء، يعني لحدا يدعي عليه من الدولة اللبنانية. بناء لقانون النقد والتسليف مصرف لبنان هو من يملك الذهب، مصرف لبنان هو من يملك طيران الشرق الاوسط. الدولة اللبنانية ورب ضارة نافعة لفشل السلطات والخطط الاقتصادية والحكومات المتتالية بآخر 30 سنة ما عندها أي استثمارات تذكر خارجية، وليس هناك أي شيء يحجز على أصول الدولة اللبنانية في الخارج، ولا تتملك الدولة اللبنانية أي شيء محرز برا. الناس اللي عم تدفع باتجاه دفع استحقاق اليوروبوند عم بتبدي مصالحها الشخصية حماية لبعض أركان الأوليغارشية بلبنان على حساب المواطن اللبناني والفقير اللبناني والمودع اللبناني. بس استاذ علي معقول يعني هيدا الدين يكون مش بناء على اي بنود جزائيه، على اي يعني اي دين في العالم في عليه بالاخر مثل ما بيقولوا بدك تخسر اما مدخرات اما يعني في مقايضه لتاخذ دين، شو العقوبه اللي ممكن تطال؟ ما حيلي جاوبك بشكل كثير نعم. مبسط، انت اليوم اذا اخذت قرض للسياره او قرض للبيت طيب. تماما وما عندك وبلشت تدفعي ولكن تعثرت ماليا بظرف استثنائي او غير استثنائي، طيب البنك ما بياخذ اجراء مباشر ضدك وبيقوم بالحجز على بيتك وعلى سيارتك باسرع وقت. في عمليه جدا بسيطه للتفاوض والمقايضه مع البنك، محاوله اعاده جدوله او اعاده هيكله. نحن اليوم بمطرح كثير مختلف ست نانسي، في دول عملت ديفولت اكثر من 10 مرات، في دول قالت انا ما رح ادفع. نحن ما عم نقول ما بدنا ندفع لانه في رغبه لبنانيه بعدم الدفع، نحن عم نقول ما بدنا ندفع لانه ما معنا ندفع. لازم الناس تفهم انه الدوله اللبنانيه استدانت الاموال، هيدي الاموال هي بكل بساطه ومش بحكي شعبوي، هيدي ايداعات المواطنين اللبنانيين والمغتربين اللبنانيين بالمصارف. هيدي المصارف تم يعني تم تدينها للدولة، الدولة استدانتها وعم تدفع فوايد دين بتكلفنا حوالي 8 مليار دولار بالسنة. هيدا جرم مالي أنا اللي بدي أقوله، ولا أزمة فيها تنحل بدون وجع. أنا وأنت وكل الناس بدنا نتحمل جزء من هيدا الوجع، اللي هو ولكن شو؟ من غير اللي هو شو شكله؟ شو هو القرارات؟ نحن نتحمل وأصحاب المصارف واصحاب رؤوس الاموال ما يتحملوا. بس استاذ علي للناس تعرف، حضرتك عم تقول الدوله استدانت، الدوله لا يعني اي شيء له علاقه بمصرف لبنان كمصرف لبنان، الدوله بقرارات سياسيه طبعاً بقوانين طبعاً من مجلس النواب هي اللي استدانت، هيدي واحد. طيب يسألوا سؤال استاذ علي، استاذ علي بس في يسالك سؤال، بعقود اليورو بوند
في نص قريته أنا حابب استفسر منك عنه، بيقول أنه الدولة اللبنانية تتنازل عن سيادتها بالتقاضي أمام المحاكم الخارجية، محكمة نيويورك تحديدا. سجاد سوري قطع، ما سمعت آخر جملة منك أبدا. بعقود اليوروبوند قريت مقطع بيقول أنه الدولة اللبنانية تتنازل عن سيادتها بالتقاضي أمام المحاكم اللبنانية، وهون ساعتها بنصير نتقاضي أمام محاكم نيويورك في حالة تخلف. هيدا شو تبعته طالما موجود بالعقد، عقد اليوروبوند بين الدولة وجهات الدائنة؟ هو حكما موجود، وعقود اليوروبوند هي عقود إذعان، ولكن خلي بدنا نشيل عربدة، خليني نسميها عربدة، والافتراء باللي بيصير بالقضاء الدولي وأوقات بالولايات المتحدة الأمريكية على جنب، وبدي أحكي على الأمور الاعتيادية. حتى ولو أول شيء هذا مش تنازل عن سيادة بمعنى السيادة، لما نقول نحن sovereign بالمعنى القانوني هو لا يعني السيادة الوطنية والكرامة الوطنية، بل يعني أنه نحن عم نتدين على مستوى دولي وبالتالي فيكم تقاضونا. ولكن لو تم مقاضاة الدولة اللبنانية فما هي التداعيات؟ شو التداعيات؟ ما هي التداعيات؟ يعني أنا اللي بدي أسأل، أنا وبدي أسأل وبدي جاوب. ما في تداعيات عظيمة، ما في شيء يحزولنا عليه. شو بدهم يحزوا على المواطن اللبناني؟ يعني ما نحن اصلا ما عندنا شيء برا. اللي لازم تعرفوه يا استاذ جاد، وانت يعني انت بعرف انه خير العارفين بهالموضوع، نحن بنحكي على نفس الصفحه اليوم. ما هيدا مش ظرف استثنائي، هيدا شيء اكثر من القوه القاهره. اللي انت قلته مع الست نانسي، الانهيار هو مسار، لم يقع الانهيار بعد الانهيار الكامل. نحن سنتجه الى سيناريو فنزويلي، لن يقوى الشعب اللبناني على تحمله. يا جماعة نحن we are an armed community، نحن مجتمع مسلح. نحن مش مثل فنزويلا، نحن ما بنوقف بالصفوف 100,000 واحد لنجيب ربطة خبز. نحن بنتذكر الحرب الأهلية كيف كانت. ما لازم نخلي الوضع يوصل لمطرح انه اللبناني فعلا يجوع. اليوم الحل هو الوحيد والبسيط جدا، ان تعلن الحكومة اللبنانية والرئيس حسان دياب مطالب، أخذ ثقة المجلس وثقة الشعب بعد غير مكتملة، وهو الآن بانتظار ثقة الشعب، مطالب بأول تجربة حقيقية أن يعلن أن الدولة اللبنانية ستتوقف عن الدفع ومنمشي بالإجراءات الإجراءات المتعارف عليها قانونا على مستوى الاستدانة الدولية، وهو فترة 6 أشهر من أجل المفاوضة. عنا شباب اقتصاديين أبضايات بلبنان وبرات لبنان بيقدر يكونوا جزء من هيدي الفرق. وللمعلومة وعطيتها مع الزميل والعزيز آدم شمس الدين من يومين على شاشتكم، إنه في صندوقين سياديين هن عرضوا ريسكادجول، وأنا مستعد ست نانسي ابعت لك إيميل وصلني من 3 أيام من أحد أكبر مكاتب المحاماة بالعالم، اللي هو كان زميل لإلي من 15 سنة بلندن، بيقول لي علي نحن مستلمين جزء من هيدا الموضوع، وكمان إذا أنتم عندكم نية بالمفاوضة بدنا نعرف مع مين بدنا نحكي. يعني رضينا بالهم والهم مرضي فينا. الدائنين عم بيقولوا نحن مستعدين نفاوض، لأنه للعلم وللكل يعرف نحن اليوم إذا دفعنا مش مضمون بكرة ندفع، لأنه المصريات حيروحوا. نحن من هلأ لسنة ولسنتين بالمنظور القريب ما في أموال رح تفوت، ما في دولارات رح تفوت على الدولة. ممنوع المطالبة بإعادة الجدولة، لأنه إعادة الجدولة هي دفش للمشكل. حضرتك مع إعادة هيكلة الدين؟ طبعا بدنا شطب لجزء من الفوائد أو لكل الفوائد، لازم الكل يتحمل. بس لحظة، بس سؤال، بدنا شطب. كيف ممكن اليوم تلزم الجهات الدائنة أنه تشطب جزء من الدين بوقت هني عم بيقولوا لك إذا أنتوا دولة مفلسة ما في مصرف لبناني دل يدعم القمح، ما في مصرف لبناني يدعم الدواء، ما في مصرف لبناني يدعم المحروقات، المفلس حرروا الأسعار وببين إنكم دولة مفلسة. مش دقيق اللي وصل لك بهيدا الموضوع ليس دقيق. أنا حقلك شيء بموضوع صندوق النقد الدولي، في جزئين من المساعدة أو نوعين من المساعدة، في شيء اسمه الرابيد كريدت فاسيليتي، وفي شيء الاكستندد كريدت فاسيليتي، المساعده التسهيل السريع والتسهيل الطويل، وفي المساعده التقنيه. المساعده التقنيه مجانيه، ومن واجب صندوق النقد الدولي يقدمها لكل الدول بدون شروط. صندوق النقد الدولي اللي بعض الوقت بتكون مختصبه،
الرابيد اكستند الرابيد كريدت فاسيليتي، التسهيل السريع، وبعتذر عم بحكي بسرعه كرمال وقت البرنامج، هو فعليا مشروطيته كثير قليله وما بياثر على القرارات والسياده الوطنيه، وبيعطي لحد 5 مرات من كوتا البلد، يعني حوالي 4.5 مليار ل 5 مليار دولار. الاكستندد هو المصيبه الكبيره واللي ممنوع نطلبها واللي ما لازم ناخذها، اللي بيتسم بمشروطيه مغلفه بالاقتصاد، وهي مشروطيه سياسيه بامتياز وتتعلق بالسياده الوطنيه وبسلاح المقاومه وبتوطين الفلسطينيين وممكن بتوطين السوريين، ما بعرف شو بعدها. نحن اللي عم نقوله اليوم انه مش مظبوط، الاكستندد كريدت فاسيليتي هي اللي بتطلب تحرير الاسعار، اي مساعده ثانيه ما لها علاقه بالمس بالاحتياجات الاساسيه للمواطن اللبناني. من هون نحن عم نقول الدائنين على استعداد التفاوض، صدقيني اللي له مصاري له مصلحه كبرى بالتفاوض لحتى ياخذ مصرياته بشكل واقعي ومنطقي. واليوم اللي انت عم تسمعيهم من صحفيين ومن اقتصاديين ومن يدعون انه هن حريصين على سمعة البلد، اي سمعة بلد يا ست نانسي؟ ما نحن تحت الارض، في مثل قاله زياد الرحباني بيستحي قوله، الواحد بيمسح دمه بالكاتشب واجريه ما بعرف وين. ما نحن سمعتنا تحت الارض، ما بقى في سمعة للدولة اللبنانية على المستوى الدولي. طيب بس اليوم استاذ علي، اذا بدي كملك هاي الفكرة احسن ما ضيعها. نحن اليوم على استعداد، في فرق اقتصادية لبنانية والدولة اللبنانية لازم تكون على استعداد انه اللي مفكر انه المفاوضات بتصير بشكل عام مش مضبوط. بينبعث مفاوضات احادية او ثنائية بين الدولة اللبنانية وكل صندوق استثماري، وهذه المفاوضات صايرة، وانا شخصيا شهدت على عدد منا بدول تانية ونجحت ورجعت الدول دفعت مصرياتها. نحن لسنا دولة متخلفة بس عن بس استاذ الدفع. علي حضرتك عم بتقول في دول تخلفت عن دفع او ما قدرت تدفع وعملت، بس البعض يقول انه نحن الدولة اللي ما عندها اساسا، بعد ما عرضت وما قالت انا ساتخلف عن دفع على غضون اسابيع، يعني نحن بعد اسبوعين ثلاثة الاستحقاق. هل في دول مثلنا لما وصلت لهي اللحظة قالت له ما بقدر ادفع تعالوا نحط خطة، ولا لا كانوا محضرين قبل بخطط؟ قطعت الوقت وبعدين قالت لهم فيها التجارب لكم معنا وما معنا، كل شيء نحن عم نقوله نحن ما بدنا نعمل هيك، نحط عليهم بالمعنى الاجراءات الحظر، صار هيك اجراءات عليهم هذه الدول؟ مثل اي دول يعني؟ جداً الارجنتين عم نحكي عنها، فنزويلا بلش ضلت تدفع 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 لانهارت كليا. بس كرمال تقول انه نحن ما بدنا ننزع صيتنا الدولي، في اكثر من عشر امثله بالعالم، وانا مستعد ابعث لكم اياهم بتفاصيلهم. ونعم ما زال هناك الوقت، اوكي في عنا شهادات ايداعات ما معنا وقت، اللي هي لها علاقه بمصرف لبنان ما لها علاقه باليورو بوند، 562 مليون دولار ستدفع في غضون ايام. ومصرف لبنان بيتذرع وبيقول انه هيدي ما فيها مشكله انه حنعطيها للمصارف اللبنانيه وحترجع تحطهم معنا، هذا الموضوع ما بدي فوت فيه هلا نقاش مختلف. ولكن قديش صرنا عم نحكي يا ست نانسي وعم نقول ما بقى معنا وقت، صرنا اسبوعين، لو استفدنا من هالاسبوعين او من النهار اللي الحكومه اخذت الثقه، علما انه الحكومه كان فيها تاخذ، لانه هي حكومه تصريف اعمال من وقت التكليف، كان فيها تاخذ الاجراء وتقول تفضلوا بلشوا بالمفاوضات لنشوف شو بتثمر. طيب خلينا نجرب، جربنا. نحن اليوم ما عندنا خيار، انا عم اقول لك وشهدي على حكي ست نانسي، اذا تم دفع استحقاقات اليورو بوند سنقوم بتضييع اخر الدولارات المتبقيه في لبنان، ولبنان رح يدفع الثمن. انا باتصال يومي مع اشخاص بصندوق النقد الدولي وهن من اعلى الاقتصاديين وهن مع صناع القرار، وصندوق النقد الدولي بغض النظر عن رايي فيه ومشروطيته وسياسته على استعداد للمساعده التقنيه بهذا الموضوع، في صناديق سياديه مستعده ومكاتب محاماه مستعده، روحوا اسالوا الوزير ابو سليمان اللي هو بيعرف بهذا الموضوع وبيعرف انه هذا الموضوع جائز، ويوقفوا يكذبوا علينا اللي عم يطلعوا يقولوا ادفعوا يورو بوند والا الدوله رح تنهار، الدوله رح تنهار اذا دفعناهم مش اذا ما دفعناهم. استاذ علي بموضوع بس تعليقا على التعميم الذي صدر من مصرف لبنان بموضوع تخفيض الفوائد على المودعين وليس على المقترضين، هيدا شو بيعني؟ هيدي المرة الثانية بتبسيط معين، لانه هيدا ثاني تعميم من وقت الثورة بيتعرض لفخ مصرفي
ونقل التعميم اللي صدر قبل بموضوع تخفيض الفوائد أيضا راح على المدين وليس الدائن، وهذا الموضوع نحن برأينا لازم يصدر توضيح، تعميم توضيحي عن مصرف لبنان، أنه لما أنا يكون عندي وديعة ب 8% ونزلت لي إياها لأربعة، كمان بتوقع إذا أخذ قرض ب 10% تنزل لي إياها للخمسة. يعني هيدا يعني اسمها الريسبروكاليتي، اللي هي لازم تكون عملية من الميلتين، لأنه ما معقول أنا انتبه ست نانسي، ما بدي أنه أنت بوقت أنه اليوم في تهديد كبير لأنه الناس مش قادرة ترد القروض أصل طبعًا القرض طبعًا. فكيف مع فوائد مرتفعة يعني عم بصعبوا المهمات أكثر؟ أنا ضد الفوائد المرتفعة، وأنا بقول الفوائد المرتفعة هي بداية أي أزمة اقتصادية، ولكن لما يصدر تعميم عن مصرف لبنان بيقول انه الفوائد رح تنخفض على الوديعه، ما معقول هيدا عم بيطال كل فئات الشعب اللبناني المودعه ولكن لا يطال المصارف التي هي تقرض المواطن وبعدها عم تتقاضى. بس هيدا شو بيعني؟ هيدي شو بيعني؟ بيعني مزيد من الارباح، لان البعض يقول انه هيدا عم بخفف من التكاليف على المصارف، لكنه بذات الوقت يعني كانه عم يعطيهم هدايا. يعني هيدي ست نانسي ما بدها لا قانوني ولا خبير اقتصادي. بكل بساطة أنت أخذ قرض ب 10,000 دولار تقبض عليه، تدفع عليه بالسنة 1000 دولار، وحتى وديعة 10,000 دولار تقبض عليها بالسنة 800 دولار، عامل لك صرت بتقبض عليها 400 ولكن بعدك بتدفع 1000 كادو فالنتاين يبدو. يعني ما سمعتك. يبدو هديد فالنتاين هلا لأنه صدر امبارح. ايه بركي، ما هو هيدا العشق العشق المستمر بين المصارف والسلطات الرقابية، والعشق الممنوع بين المواطن والأموال. شكرا لك المحامي علي زبيب على هذه المداخلة. قبل ما نتابع فينا ناخد بريك؟ فينا ناخد بريك، فينا ناخد بريك استاذ جاد؟ تحت أمرك. بريك ونتابع.